مرحبا فيكم مشاهدينا في برنامج المطبخ. اليوم طبختنا مكبوس لحم. بس ليش سموه مكبوس لحم؟ لان جميع المكونات كلها مخلوطه في الجدر، بس اليوم راح نسويها بالبهارات الصح، البهارات البحرينيه المخلوطه. تعالوا معاي حق مطبخنا. اليوم طبختنا الرئيسيه مكبوس لحم، والحلو ما احلى بيه تعيش. تعالوا نتعرف على مكونات المكبوس اللحم. راح تكون عندنا لحم 1.5 كيلو، عيش 1.5 كيلو نفس الشيء، وراح نستخدم بصل مقدار 0.5 كيلو، ثوم وفلفل اخضر، طماط، وكذلك الحشيش والاشبنت وكربتة الورق راح نستخدم وياه، معجون الطماط، الفلفل الليمون الاسود، ملح، والبهارات الرئيسية اللي راح نستخدمها راح تكون ابزار بحريني مخلوط، كزبرة، وجلجلان، كركم، ولومي اسود. شغل على النار ونبتدي، وبسم الله نقول. راح نحط الزيت اول بدايه، بس راح نحط الزيت ونبتدي نقلي في البصل. توكلنا على الله. راح نحطين الزيت، نحط البصل، نقلب البصل شوي شوي لين يتغير لونه، انتظر هاي شوي لما يتغير لون البصل ويبتدي يحمر البصل، وبعدين نبتدي نحط اللحم بعده. والحين بدأ يتغير عندنا البصل، يتغير لونه، نزل عليه الثوم مع الفلفل الخضر، ونبتدي ننزل عليه اللحم. نبتدي نقلب في اللحم عشان بس ياخذ ويا البصل. نبتدي نحط البهارات والمكونات، طماط، نزل الطماط عليه، نخلطه شوي، نعجن الطماط، نحط بهاراتنا مثل ما قلنا لكم بداية، بزار بحرين، قفشتين، جلجلان، قفشتين، سنوت، قفشة، ولومي أسود، قفشة، ودارسين، ربع قفشة ونص قفشة، كذلك كركم، قفشتين. من حق الملح قفشتين،
رومي أسود نقلب فيهم. نزل عليهم ماي. حشيش والشبنت. ورق القعر. كل شوي حق بعدين قبل العيش. هنسكر عليه ونرجع له بعد نص ساعة إن شاء الله. وبعد ما فاح اللحم مع المكونات راح ننقل بس الطبخه دي على الجدر الثاني عشان نضيف العيش لانه اكبر شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. نضيف العيش. نضيف العيش. نضيف عليه شوية حشيش. يا شمنت. انشب شوي الماء عشان نرسي. برز الرساية مالتنا. حركة يمين يسار عشان بس يطلع البخار منها. يطلع البخار شوي. بعد ما نشف المرقة من المشبوس راح نرسيه. طبعا هاي المشبوس اللي هو في باطنه اللحم راح نرسيه وراح نقول لكم سالفة وايد حلوة. يعني ايام الطباخ دي اللي انا طبخت فيه كنت احب الطباخ من انا صغير تقريبا عمري يعني 8 سنوات 9 سنوات. أول مرة طبخت كانت أيام الكشافة. كنت أطبخ لهم أول طبخة طبخت لهم بالعين والحمد لله اليوم غير. كنت أحكي عن المشبوس نقول عن المشابيس. المشابيس لها أنواع وأشكال. فقلت أنا كنت أتعلم الطباخ من عند الوالدة الله يرحمها. كانت تعلمنا أشياء بس لا طبعا وأنا صغير ما كانت تعلمني لأنها كانت تخاف. ولما كبرنا لا ما شاء الله كانت تعلمني فتعلمني المشبوس الربيان بانواعه. طبعا احنا بنحاول نسوي لكم طبخات غير وغير ان شاء الله. طبعا الحين خلصنا ورسينا العيش راح ندش لكم في الحلو اللي هي محلبيه عيش. راح نخلي العيش يترسى وراح نسوي لكم محلبية العيش اللي تكلمنا عنها في البداية. خذوا معاي المقادير البداية. حليب محتاج حوالي لتر، سكر جلاس واحد و
والزبيب هاي حق التشكيله طبعا، طحين العيش والنارين حق التشكيله فوق، كذلك مكسرات، الزعفران وماء الورد. نبتدي نخلي الجدر شوي على النار ونضيف له الحليب. ايضا نحط السكر نبتدي نحرك فيه شوي شوي. ندوب السكر بعد ما يذوب السكر نضيف عليه الطحين العيش شوي شوي، ما نضيف عليه مرة واحدة. ممكن تستخدم بدل السكر اللي هو الحليب المركز حق الدايت. قلنا نضيف الطحين شوي شوي ومرة واحدة. بنلاحظ انه يثقل شوي. هاي القوام اللي احنا مطلوبة عندنا. سكر عليه ما ياخذ له وقت، نفس ما قلت لكم راح نبتدي نحطه. الاول ما عندنا كاستر ولا عندنا جيلي ولا عندنا هاي، على الله وعلى محلبة العيش. طبعا شوي صار كاثرة. نضيف عليها شوية زعفران، حبتين زعفران فوق، شوية ناري، مكسرات وشوية زبيب. نخليه شوي في البراد ونرجع لكم ان شاء الله على تقديم او نشاب المكبوس ان شاء الله. بعد ما جهز المكبوس ما شاء الله راح نبتدي ننشب مكبوس اللحم. بسم الله. لحم على اربع أول واحد إذا أكل مكبوس سواء لحم دياي هامور كبر له صوت، معروف عنه المكبوس. هاي مكبوس
ناس تحب الواريه تقول لك ها وين الواريه؟ الواريه هي يعني اللي تحت الجدر العيش محترق تحت. نضيف ليموننا فنجوسنا راح نضيف عليه بس بصل مقلي شوي حق التشكيله وبشذي تكون طبختنا جاهزه مجبوس اللحم والمحلبيه عيش. اتمنى ان الطبخه تمول على اعجابكم ونشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه وفي امان الله.